شرق أوسطيا، أعلن خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية أن عدد الحجاج هذا العام قدر بمليونين وأربعمائة وتسعة وثمانين ألف حاج، مؤكدا أنه سيتم الشروع بعد هذا الحج مباشرة، سيتم الشروع في إنشاء أول نموذج لتطوير منن ويشمل المساكن والمخيمات، موضحا في ذات الوقت أن هذا النموذج سيكون جاهزا العام المقبل. للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة الزميلة نجاة بوتفسوت. نجاة مساء الخير. مساء الخير حسام. إذا نجاة، إلى جانب الكشف عن العدد الإجمالي لحجاج بيت الله الحرام هذا السنة موسم 2019، تم الكشف أيضا عن أهم المعطيات المتعلقة بالخدمات المقدمة لهؤلاء الحجاج. نعم حسام، إلى جانب كل ذلك تم إطلاق العديد من المشاريع لتطوير الخدمات المعتمدة. نعم. في المستقبل. أهلا بكم. حسب آخر المعطيات الرسمية السعودية، بلغ عدد الحجاج هذا العام 2,489,000 حاج، وتوزع العدد بين 1,855,000 حاج من الخارج و 634,379 حاج من الداخل، ويقدر عدد الحجاج المغاربة بنحو 32,000 حاج وحاجة، منهم 22,000 ضمن التنظيم الرسمي و 10,000 مع وكالات الأسفار. بالأرقام دائما، وصل عدد المخالفين إلى 298,379 مخالفا، أي بانخفاض بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي. وتؤكد نفس المعطيات أن عدد القوى العاملة في الحج من مختلف الجهات بلغ أكثر من 350 ألفا، إلى جانب 35 ألف متطوع و 120 ألف رجل أمن و 30 ألفا من عمال قطاع الصحة. خلال موسم الحج 2019، وزعت الجهات الخيرية أكثر من 26 مليون وجبة، كما تم ضخ 41 مليون متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاحر. على مستوى الخدمات الطبية، تم تقديم الخدمة العلاجية لأكثر من نصف مليون حاج، كما تم اعتماد 173 مستشفى ومركزا صحيا وعيادة متنقلة. ويذكر أن المملكة السعودية أطلقت حزمة من المشاريع والمبادرات الجديدة لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ضمن برنامجها لاستضافة المزيد من زوار المشاعر المقدسة، تسهل الوصول إلى الحرمين الشريفين. من بين تلك المشاريع منصة الحج الذكي وبرنامج الرقابة على الخدمات وبرنامج التفويج، إلى جانب مبادرة النظام الإلكتروني للمشاعر المقدسة ومبادرة حج بلا حقيبة. شكرا على وفائكم مشاهدينا.